زروع الخير تجنى وعلى دنيا الأمان. إنما الأعمار تفنى، إنما الأعمار تفنى. استعن بالله واصبر، كن إلى الطاعة مسفر، ومن الإحسان تقدر ترتجي الرحمن حسنا، ترتجي الرحمن حسنا. صادق العزم تبادر، أنت في أبهى المناظر، منك ينبوع المشاعر بين إحساس ومعنى، بين إحساس ومعنى. اصنع المعروف واكسب، قل مدى الأيام يا رب، منتهى الغايات مطلب، في رياض الخلد سكنى، في رياض الخلد سكنى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن مما يميز أهل الإسلام أنهم يحرصون على زيارة المساجد وأداء العبادات فيها، ولذا جاءت النصوص بالتأكيد على مكانة المسجد ومنزلته. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد جاءت عدد من الآيات القرآنية تنظم أحكام المساجد، فقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقد جاءت النصوص النبوية متتابعة ترغب أهل الإيمان في الارتباط بالمسجد وكثرت زيارته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا كان قلبه معلقا بالمساجد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. إن المؤمن عندما يذهب إلى المسجد تزداد علاقته بجيرانه، ويكون بينهم من المحبة والتواصل وتفقد بعضهم لبعضهم الآخر ما يدلنا على حكمة الشرع في الترغيب في الارتباط بالمساجد. إن المسجد في زيارته أجور عظيمة، إذا ذهب الإنسان إلى بيت من بيوت الله كانت خطواته إحداها يكتب له بها حسنة، والأخرى يمحى بها عنه سيئة. إذا ذهب الإنسان إلى المسجد فإنه في صلاة من انتظر الصلاة، وإذا أدى الإنسان الصلاة مع الجماعة فضلت صلاته مع الجماعة صلاته وحده ب27 درجة، وإذا جلس بعد الصلاة في مصلى فإنه في مقام خير وذكر، ولا تزال الملائكة تدعو له ما دام في مصلى تقول: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له ما لم يحدث أو يتكلم. وهكذا في أجور عظيمة تحصل بزيارة الإنسان للمسجد، ويكون بذلك ممن حقق عددا من مقاصد الشرع في هذا الباب. كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحافظون على الصلوات في المساجد، وكانوا يسعون إلى ألا يتركوا فرضا من الفروض إلا في المسجد، بل كان النساء في ذلك الزمان يحرصن على الصلوات في المساجد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله
مساجد الله، وذكر أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن. بارك الله فيكم وجعلكم الله من عمار بيوته. أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن بنى له القصور بمحافظته على الصلاة في المساجد، كما نسأله جل وعلا أن يمكن المسلمين من بناء المساجد والاهتمام بها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خالد الأفعال تبنى وزروع الخير تجنى، وعلى دنيا الأمان إنما الأعمار تفنى، إنما الأعمار تفنى. استعن بالله واصبر، كن إلى الطاعة مسفر، ومن الإحسان تقدر، ترتجي الرحمن حسنا، ترتجي الرحمن حسنا. صادق العزم تبادر، أنت في أبهى المناظر، منك ينبوع المشاعر بين إحساس ومعنى، بين إحساس ومعنى. اصنع المعروف واكسب، قل مدى الأيام يا رب، منتهى الغايات مطلب، في رياض الخلد سكنى، في رياض الخلد سكنى.